الأيام والسنين ويأتي عيد الأضحى المبارك على من لجأوا وهم يحملون معهم ذكريات العودة للوطن الحبيب. فلاجئوا معسكر قوي بالدائرة الثامنة للعاصمة نجمينا احتفلوا بعيد الأضحى المبارك مبتهجين بعد أن قدم لهم أصحاب الأيادي البيضاء ذبائح الأضحى التي وصل عددها إلى أكثر من 100 رأس بقرة للمعسكر، وذلك حسب ما أوضح به نائب رئيس معسكر قوي محمد بحر، شاكرا في الوقت ذاته المجتمع التشادي على كرمه المتواصل تجاههم. والله يعني لهم فرحانين بزيادة، ونقول مبروك العيد لكل المسلمين في حول العالم وللمسلمين التشاديين. والله نشكر الأخوان التركيين ما قصروا مننا، في كل سنة بيجيبوا لنا أضحية عشان الناس يرتاحوا منا. لكن حال قاطنو معسكر قرمي مختلفة نوعا ما، حيثما لم تصلهم هدايا الأضحية، لكنهم متمسكون بفرحة العيد آملين أن تصلهم الذبائح في أي لحظة لتكتمل الفرحة. هكذا يمني النفس رئيس معسكر قلمي عبد الرحمن حسن بالدائرة الأولى للعاصمة نجمينا. لكن الحمد لله التشاديين ده كربونا اليوم الإيد كله، ما فكرنا شيء إنساني. إنت ما من بيتك ده دايما فكر ده قاعد تفكر، لكن ما شاء الله الحمد لله. فعيد الأضحى لحظات يتضامن فيها المسلمون بعضهم بعضا ليتقربوا إلى المولى بالصدقات والتسامح وتعظيم شعائره.